محسن الكحشة مدير الغرفة الفلاحية لجهة فاس مكناس ومدير الدورة السادسة للمعرض الجهوي للمنتجات المجالية. إذن الغرفة الفلاحية تنظم مرة أخرى المعرض الجهوي للمنتجات المجالية في النسخة ديالو السادسة. هذا المعرض تيجي في إطار البرنامج السنوي للغرفة وكذلك الاستراتيجية ديال الغرفة من أجل دعم التنظيمات المهنية من أجل خلق واحد الفضاء للتسويق وفضاء لبيع المنتجات ديالهم المجالية. النسخة السادسة فهي عندها الخصوصية ديال أنها غادي تعرف مجموعة ديال الأنشطة المتنوعة، منها ما هو ثقافي، منها ما هو علمي، وكذلك ملتقى دراسي حول الفرص ديال الشغل بالنسبة للشباب ديال العالم القروي بجهة فاس مكناس.